سيادة اللواء، لما نيجي نقول ان كل مقاتل وهو بيعبر كان بيبقى شايل، كان هو ترسانة كده متحركة، بالظبط شايل ذخيرته، شايل سلاحه، شايل تعيينه اكل وشرب، وشايل كمان اجزاء من مدافع مضادة للدبابات، ازاي قدر انه يعبر وبعدها كان بيستعد للقتال في ولا وقت؟ ازاي ده عمله المقاتل المصري؟ برضو ده نقدر نقول ده دليل على الولاء والانتماء وحبه لبلده والأسرة اللي أنشأته وكونته على هذا، وإن هو يقدر في وقت في الظروف الصعبة وهو صايم. وهو صايم رغم وجود فتوى في هذا التوقيت تبيح الفطار. طبعا لكن الحقيقة هذا كله يرجع للتنظيم، التنظيم في البداية والتخطيط الجيد جدا لتنفيذ هذه العملية واقعيا على الأرض بما يتمشى مع الإمكانيات الموجودة والمتيسرة، لأن احنا برضو ما كانش معانا كل الإمكانيات الكاملة. يعني الحقيقة الرئيس السادات يعني له قول هام جدا، يعني لما بيقولوا له السادة القادة احنا عايزين أسلحة أفضل، وهناك في عندنا احنا في القوات المسلحة أو في العسكريين عموما حاجة اسمها مقارنة القوات. طبعا. ففي مقارنة عددية وفي مقارنة نوعية. ممكن المقارنة العددية تكون خادعة يعني تديك رقم كبير، لكن المقارنة النوعية ممكن ما تكونش في صالحك خالص. الحقيقة كان العدو عنده مقارنة نوعية وعددية في بعض الاتجاهات متفوقة جدا، فبالتالي كان قراره انه احنا هندخل الحرب، وزي ما بيتقال عندنا في المثل كده بيقول الشطرة تغزل برجل كذا مثلا يعني. ففعلا القادة استجابوا وبدأوا يخططوا وينفذوا، وكان على رأسهم الحقيقة برضو نذكره بكل خير سيادة الفريق سعد الشاذلي رحمة الله عليه. الذي أصدر منشورا هاما جدا بيدرس حتى الآن على فكرة، اسمه المنشور 41. ده كان بينظم كل حاجة من أول الجندي باحتياجاته كاملة، كل ما يخطر على بالك لغاية المستوى أعلى مستوى موجود. فكان لهذا التنظيم فضل كبير، التخطيط والتنظيم ده فضل كبير جدا. وبعدين نأتي بقى إلى التدريب العملي والفعلي. بدأ التدريب العملي والفعلي ليس في بعيدا عن الميدان، وانت في الميدان يعني حرب الاستنزاف دي كانت جزء من التدريب والإعداد الفعلي واكتساب الخبرات وعودة الثقة للمقاتل المصري في نفسه، وهز الثقة في المقاتل الإسرائيلي الذي كان يدعي أنه المقاتل الذي لا يقهر، وهكذا كل هذه الأشياء تمت وفي ميادين مشابهة تماما لما ممكن أن يحدث سواء كان على المستوى الصغير جدا أو على المستوى الكبير. فكان ده نوع يعني تدريب هام جدا، مما أدى إلى أن كل مقاتل عارف هو هيعمل إيه بالظبط وفين وإمتى وإيه قدراته التي يمكن أن يتحملها، بالإضافة طبعا للدراسة المستفيضة والعميقة للعدو الموجود وهيقدر يعمل إيه بالظبط بتوقيتاته، وإحنا مراقبينه ومتابعينه وعارفين تصرفاته التي يمكن أن تحدث أثناء إدارة العملية أو الأعمال القتالية نفسها يعني. فمن هنا الحقيقة كان الإعداد هام جدا وجيد جدا، وفي نفس الوقت كانت هناك حاجات لابد أن ننظر لها نظرة أبعد شوية. التجهيز الهندسي الحقيقة اللي تم، وخاصة إعداد حاجة كان بنطلق عليها في هذا التوقيت مصاطب، كان عبارة عن تلة عالية بنعملها هندسيا بالتعاون مع الشركات المدنية، أعلى من الساتر الترابي للجانب الآخر. هو رفع الساتر الترابي حوالي 20 متر أو يزيد، دي كانت أعلى منه بحيث إنها تقدر تكشف كل ما هو موجود خلف هذا الساتر أو أي تحركات ليه تبقى جاية قادمة من العمق، ويتم تزويدها واحتلالها بأسلحة ومعدات تتدخل ضد العدو لو حاول أن يتدخل في البداية ضد القوات القائمة بعملية اقتحام قناة السويس أو العبور كما يطلق عليها. وفي الحالة دي الحقيقة هتشتبك يعني. بالإضافة لفكر مهم جدا، ويعني كان في هذا التوقيت لم نعتمد على هذه الوسيلة فقط، ولكن أيضا دفعنا عناصر زي أبنائنا بتوع القوات الخاصة الصاعقة والمظلات يقابلوا هذا العدو بحيث يعطلوه ما يوصلش لقناة السويس، برضو بالإضافة إلى عناصر من قوات المشاة نفسها التشكيلات اللي هتقوم باقتحام القناة دي درب منها مجموعات لتعمل كماين مضادة للدبابات ضد دبابات العدو التي يمكن أن تهاجم في المرحلة الأولى. ده بالإضافة لكل طبعا مقاتل موجود
بعد كده زي ما حضرتك بقى تفضلتي هو عدى، مفيش كباري لسه، مفيش معديات، انت مطلوب هتعدي خمس فرق. الاعجاز اللي حصل في مده الكباري بالظبط كده، خمس فرق بيعدوا، اجمالي عدد مقاتليهم حوالي 100,000 مقاتل. ال 100,000 دول بيعدوا على موجات متفاوته او متتاليه محسوبه زمنيا، زمن رحلته ووصوله وتسلقه ثم هيواجه عدو امتى وبتاع، ومعاهم الاسلحه بتاعتهم اتفككت مفككه بحيث يتم الصعود بيها وعبور المانع المائي وصعود الساتر الترابي واعاده تجهيزها او تربيتها مره اخرى، وافراد اخرى شايله الذخائر بتاعتها حتى يمكنها ان تواجه دبابات العدو. وده كان العدو الرئيسي والاساسي في هذا التوقيت، ان الرجل المشاه الاولاني ده هو اللي هيقابل الدبابه بصدره، ودي طبعا عايزه قدره عاليه جدا وشجاعه وتدريب قاسي ومستمر، وده كان موجود بصفه عامه.